دشنت المؤسسة الوطنية للسرطان بالتعاون مع جامعة إب الحملة الوطنية الأولى للعام 2016 ميلادية لدعم مرضى السرطان. إلى التفاصيل. تحت شعار سأبدأ عامي بخير، دشنت المؤسسة الوطنية للسرطان بالتعاون مع جامعة إب الحملة الوطنية الأولى لهذا العام لدعم مرضى السرطان الذين يعيشون حالة مأساوية شديدة بسبب نقص المواد العلاجية التي جعلت حالتهم تسوء يوما بعد يوم، وكان ذلك بحضور وكيل المحافظة الأستاذ علي الزنم. وفي المقدمة أيضا موضوع السرطان، كل أبناء تعز اليوم يتعالجوا في محافظة إب، كل هذه أعباء تضعنا أمام مسؤولية كبيرة كيف يتم تخفيف الوقت، باعتبار أنه بالذات المؤسسة الوطنية للسرطان ليس لديها دخل ثابت حتى أننا يعني نقول أنهم يستطيعون أن يقفون على يواجهوا كافة الالتزامات. اليوم المؤسسة الوطنية وبالشراكة مع جامعة إب تدشن الحملة الوطنية لمكافحة السرطان، وفي هذا اليوم نتمنى من جميع أبناء محافظة إب، رجال الخير، المؤسسات، الشركات، التجار، القطاع الخاص، القطاع العام، أن يكون لهم المبادرة الخيرة بالتبرع لمواجهة هذا المرض الخطير الذي يفتك بأبناء المحافظة، واعتبار محافظة إب من المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة. وقد ناشدت المؤسسة فاعلين الخير للنظر بعين الرحمة للمرضى الذين يصارعون المرض، متمنين من الجميع التعاون ومد أيديهم الخيرة لتخفيف الألم. أبناء إب يزرعون الابتسامة رغم المعاناة. حملة واحد واحد سأبدأ عامي بخير، هدفنا لهذه الحملة إلى لفت الأنظار ولفت انتباه الناس والعاملين ورجال المال والخيرين إلى دعم مرضى السرطان وتخفيف عن معاناتهم، والبحث عن إمكانيات لتستمر المؤسسة في العطاء، لتستمر المؤسسة في تقديم الخدمات الإنسانية. حالتنا في المحافظة كبيرة جدا، ونسبة الانتشار في هذه المحافظة كبير لمرضى السرطان، ومن خلال هذه الحملات نبحث عن إيجاد موارد لتخفف عن هؤلاء المرضى الأعباء. وخاصة أن فرع المؤسسة قد أطلق نداء الاستغاثة لدعم مرضى السرطان بسبب نفاذ كثير من الأدوية الكيماوية بسبب الحصار المفروض على البلد، وتعرض أكثر من 1500 حالة مصاب بالسرطان في المحافظة للوفاة. رغم الألم الذي يعيشه أبناء هذا الوطن في ظل العدوان الهمجي الغاشم والحصار الجائر وتدميره للبنى التحتية، إلا أن تكاتف أبناء محافظة إب وسعيهم للخير والحد من انتشار مثل هذه الأمراض جعلها محافظة للسلام وملاذا آمنا للجميع. على حليس، قناة اليمن، محافظة